برنامج السنة الأولى ابتدائية. السلام عليكم. نبدأ بحل اختبار في مادة الرياضيات. نبدأ على بركة الله. لدينا التمرين الأول، أحسب العمليات التالية. لدينا 7 + 3. نبدأ 7 في الرأس و3، 1 2 3، تصبح 7 8 9 10. إذن 7 + 3 تساوي 10. 6 + 4، 6 في الرأس، نضيف 4 تصبح 6 7 8 9 10 كذلك. إذن 6 + 4 تساوي 10. لدينا 8 - 2، 8 2 3 4 5 6 7 8، نشطب 2 2 تصبح 1 2 3 4 5 6. إذن 8 - 2 تساوي 6. لدينا 9 - 0 تساوي، أحسنتم، 9. نراجع، 7 + 3 تساوي 10، 6 + 4 تساوي 10، 8 - 2 تساوي 6، 9 - 0 تساوي 9. التمرين الثاني، أكمل ما يلي. نصف 10 هو 5 + 5 تساوي 10. إذن نصف 10 هو، أحسنتم، 5 هو 5. نصف 6 هو، لدينا 3 + 3 تساوي 6. إذن نصف 6 هو، جيد، 3. لدينا ضعف 8 هو، نكتب 8 + 8 تساوي 16. إذن ضعف 8 هو، أحسنتم، 16. ضعف 7 هو، لدينا 7 + 7 تساوي، جيد، 14. إذن ضعف 7 هو 14. نراجع، نصف 10 هو 5، نصف 6 هو 3، ضعف 8 هو 16، ضعف 7 هو 14. التمرين الثالث، أكمل الشريط العددي. لدينا 26 بعده، أحسنتم، 27 بعده، 28 ثم يليه، أحسنتم، 29 يليه، جيد، 30 يليه أيضا، جيد، 31 بعده، 32 بعده، أحسنتم، 33 بعده أيضا، أحسنتم، 34. نراجع، 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. التمرين الرابع، أكمل الرسم حسب العدد المطلوب. لدينا 4 مجموعات، المجموعة الأولى فيها 5 كرات. إذن نبدأ برسم الباقي. 1 كي نحصل على 5، 1 2 3 4 5. المجموعة الثانية فيها 7 مربعات، نرسم نكمل إلى غاية العدد 7. إذن 1 2 3 4 5 6 7. المجموعة الثالثة فيها 9 مثلثات، نكمل إلى غاية العدد 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. في الأخير لديه، في المجموعة الرابعة فيها 6 خطوط، 1 2 3 4 5 6. نراجع، 1 2 3 4 5
خمسة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. سبعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. تسعة، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، تصبح ستة. التمرين الخامس، أحط كل عشرة أزهار في دائرة ثم املأ الجدول الموالي. إذا نحوط كل عشرة أزهار، نحسب واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. عشرة نحوطها، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. كذلك نحوطها. كم يبقى عندنا؟ يبقى عندنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. إذن نحسب عدد الوحدات ونملأ الجدول. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، نكتب أربع وحدات. العشرات، كم لدينا من عشرات؟ كم تحصلنا على العشرات؟ واحد، اثنان، إذن اثنان عشرات. تصبح لدينا، أحسنتم، العدد 24. كي نتأكد نحسب بأنه يوجد 24 زهرة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، إحدى عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرون، واحد وعشرون، اثنان وعشرون، ثلاثة وعشرون، أربعة وعشرون. أربع وحدات واثنان عشرات، أربعة وعشرون. التمرين السادس، لون الشريط الطويل بالأزرق والشريط القصير بالأحمر. الشريط الأول، إذا نرى، ننظر إلى الأشرطة، ما هو الشريط الأطول؟ أحسنتم، الشريط الأطول هو هذا الشريط، إذا نلونه باللون الأزرق. نلون الشريط الطويل باللون الأزرق. ما هو الشريط القصير؟ نبحث عن الشريط القصير، ليس هذا، ليس هذا، ليس هذا. إذن هذا هو الشريط القصير، نلونه بالأحمر. إذن لوننا الشريط القصير باللون الأحمر والشريط الطويل باللون الأزرق. وهكذا نكون قد انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.